بسم الله توكلت على الله. اليوم ان شاء الله غادي نصوبوا الملوي بالزبده والزيت. ملوي عادي. عندنا هنا 500 غرام مخلطة، عندنا 250 غرام زرع الفينو، وعندنا 250 غرام الفورس. الفورس العادي يعني ماشي ضروري باش يكون تاع الكاطو ولا هذا، غير الفورس اللي كنعجنو. عندنا هنايا 100 غرام ديال الزبده، عندنا كاس ديال الزيت، عندنا شويه الخميره، عندنا الملحه تقريبا واحد نص زلافه تاع من ديك الزرع ديك الفينو، كنخلي واحد شويه باش كنورقو وخلاص الماء كيكون دافي. دابا غادي نفزقوا الخميره، الملحه خلاص، الملحه راه دائما على حسب كل واحد، قياس كل واحد. الزبده والزيت والسميده نخليهم من بعد. نجينا كنديروا المليحه، درنا الملحه، غادي نزيدوا عليها هذه الخميره اللي فزقنا، خميره عاديه وصافي. الماء راه هو دافي. كنديرو مكنجريوش من الاول، نديرو هكا وكنبقاو حنا كنعجنو وحنا كنرشوه. الملوي راه هو دائما كيبغي يدليك. هانتوما شتي العجينة كي دايرة، كنبقاو نرشو ونديركو. بعد ما عجناها حنكناها مزيان، هانتوما نعاود لكم مزيان، دابا كنقطو ديك الكاسين تاع الزيت مع ديك الزبدة كنخدموهم. من هكا كنبقاو نفرتشو ديك الزبدة حتى كتدخل في ديك الزيت كيتخلطو. حنا دابا هنا العجينة ديالنا بالزيت، دابا غادي نديروهم على شكل الرغيف. المهم هانتوما الكويرات، كنديروهم هكا كويرات، وكل واحد على حسب المقلة ديالو على حسب الكبر شنو كيبغي. دابا فاش نديرو هاد الكويرات نخليوهم تقريبا واحد القسمين هكاك باش يرتاحوا ينزلوا باش عاد نبداو نخدموهم. احنا دابا غادي نبداو نورقو. ديك الزبده والزيت هي اللي ما رحنا خلطناهم، حنا كنورقو دابا ورقيها مزيان، مابقاش كاع ديك الغول، ديك جهة غليظة وجهة رقيقة. قبطو ديك الزرع، سميدة رقيقة، الزرع اللي بقالنا تاع ديك الفينو. كنعاود نسندوها، غادي نديرو ونحطو حتى نكملو كلشي.
نبداو هذيك الاولانيه اللي درنا هي الاولى نبداو بها. المقله راحنا رديناها كتسخن، ما تكونش العافيه مجهده بزاف باش ما يتحرقش، ونبقى من الداخل عجينه خصنا العافيه تكون ماشي مهيله بزاف ماشي مجهده. حنا كنورقو دابا هاد الوراق هذا اللي نديروه في المقله، راه حنا ما غادي نديرو لا سميده لا والو، السميده اللي لداخل راه كافيه. كنرشو شويه المقله بالزيت غير شويه ماشي بزاف، اما كديروا بهاد الصفيحه ديال الضو، اما كديروا المقله نتاع المقله ديال الملوي، غير فاش بغيو طيبوا الملوي دائما خصكم تعزلوا واحد المقله تكون ثقيله، راه مقله خفيفه راه ما تجيب لكمش الملوي مزيان. انا باش كتعرفوا الملوي راه طالع راه طالع مزيان، فاش كديروا هكا كتجيو هاد البلاصه اللي كتكون فيها الطويات كتحلوها كتلقاوه راه مفرك مورق، ماشي يعني ملاصق ولا هذا. التحميره ديالها هي كطلع، الملوي فاش كنبغيو نحطوه ما كنقطوش، نحطو الملوي من المقله نحطوه في الطبسيل كنقطوه نديرو له بقا هو مازال سخون يتفرك. جوج ملويات بجوج ملويات وكنحاولو نفركوهم. هو هاد 500 غرام ديال الطحين اللي درنا، راه خرجتنا 7 تاع الملويات، هانتوما تقطع. هذا الشكل النهائي للملوي يقدم ساخن مع العسل والزبدة على الطريقة المغربية. بالصحة والعافية.